موضع الدعاء شرع فيه الإخبات، ولهذا قال جل وعلا في غير آية: وبشر المخبتين. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء. بإيش؟ بالدعاء، ما هو بالذكر، بالدعاء. فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم، لأنه يسمع سبحانه، ولا غائب، لأنه معهم. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى، الذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات. لكن لله حكمة، قد يؤخر إجابة الدعاء. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا يحب أن يلح عبده عليه بالدعاء. يحب أن يسمع إلحاح عبده، سيما في دياجير الظلم، وفي سجوده، وفي خلوته. يحب ذلك من عبده سبحانه. ربنا يدعوه المؤمن ويدعوه الكافر، فيعجل الكافر دعوته ويؤخر للمؤمن إجابته. فتقول ملائكته سبحانه: يا ربي، هذا عبدك المؤمن أخرت دعوته. قال: إني أحب أن أسمع إلحاحه عليه.